سيارة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة الكهربائية قام بابتكارها وتصنيعها فريق من طلاب كلية الهندسة بالجامعة الألمانية. في ظل الاهتمام العالمي بالسيارات الكهربائية، قام فريق من طلاب كلية الهندسة بالجامعة الألمانية بتصنيع نموذج أولي لسيارة موفرة للطاقة وصديقة للبيئة. احنا عملنا عربية كهرباء تقدر تمشي 80 كيلومتر لكل كيلو وات اور واحد، تقدر تمشي ساعة ونص بالبطارية اللي هي فيها بدون ما تتشحن، أقصى سرعة تقدر توصل لها هي 40 كيلومتر في ساعة وبيسوقها شخص واحد. وللسيارة مميزات كثيرة. قدرنا نعمل البادي من الكربون فايبر وده خلى البادي وزنه 8 كيلو، بعدين ركزنا ان احنا نعمل الشاسيه من اخف حاجه ممكنه فخلينا الالومنيا تبقى وزنها 12 كيلو بس، فوزن الشاسيه مع البادي بقى حوالي 20 كيلو وده قلل اللود على المواتير، فقدرنا ان احنا نخلي مواتير تستهلك اقل قدر ممكن من الكهرباء. تاني ميزه هي ان احنا استخدمنا مواتير تقدر تتحط على العجل على طول من غير ما نحط نقل حركه ما بين المواتير وما بين العجل، وده قلل الهدر الطاقه ما بين المواتير وما بين العجل في نقل الحركة. كما أضاف الفريق نظام أمان للسائق يسمح برصد نبض القلب والحالة الصحية له عن طريق قفازات يرتديها وكذلك بعض الخواص الأخرى. سواء يقدر يشوف السنسورز اللي في العربية سواء درجة الحرارة أو الكهرباء المسحوبة في العربية أو أي حاجة في العربية يقدر يشوفها على شاشة LCD، وده برضه بيوصل لنا بره العربية من خلال الإنترنت. زيادة على كده قدرنا نشوف إن إحنا راس السواق فين من ناحية التراك، هو مركز في الطريق ولا بيبص يمين ولا شمال لمدة طويلة. واستغرق تصميم وتصنيع السيارة 5 أشهر. احنا بدأنا نصمم العربية من أول شهر 8، وبعد ما خلصنا التصميم تقسمنا 3 مجاميع. أول مجموعة هي مسؤولة عن ميكانيكة العربية بنظام التحكم والفرامل والشاسيه بتاع العربية، فرقة تانية مسؤولة عن جسم العربية بالتصميم بتاعه والتصنيع بتاعه لأنه معمول بكربون فايبر، وفرقة تالتة المسؤولة عن كهربة العربية كلها. احنا جبنا بس المواتير والبطاريات من بره وعملنا كل دوائر التحكم بتاعة العربية عشان تنفع الهدف بتاعنا.